بسم الله. دلوقتي ممكن يكون عندك تعديل في الجريد ومحتاج ان انت تكرر التعديل ده في لوح كتير قوي. يعني على سبيل المثال عندك التعديل هنا، عملت الجريد بالشكل دوت، تمام؟ فانت محتاج الموضوع ده تعمله في بقية اللوح، فهتضطر تدخل في ليفل 2 هتلاقي التعديل محصلش، في ليفل 3 التعديل محصلش، فهتضطر تقعد تعمله مانوال، فده هياخد منك وقت كتير قوي. فالحل ان انت تتعلم كده وتقول له بروباجيت اكستنس، وتروح معلم على اللوح اللي انت عايز التعديل ده يحصل فيها. في اختيار هنا بيقول له اظهر لي بس الحاجات اللي هي بنفس السكيل. يعني لما تعمل كده تلاقي في بعض اللوح اللي هو السكيل بتاعها مختلف، لان ممكن تكون المشكله دي في 1 لـ100 بينما في 1 لـ50 او 1 لـ200 المشكله مش موجوده. فاقول له اوكي، وتدخل بعد كده على ليفل 2 تلاقي المشكله اتعملت هيت. فده حل لمشكله واجهت بعض الناس.